بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله مساءكم وطابت أوقاتكم بكل خير وبركة. ما زالت الأشواط متواصلة وما زالت الانطلاقات مستمرة عبر هذا النقل الحي والمباشر لوقائع ولأحداث هذا السباق من هنا من دولة قطر ومن ميدان سباقات الهجنة العربية الأصيلة بمنطقة الشحانية ومن هذا الميدان المطور والميدان الجميل والراقي والحديث. مشاهدينا الأعزاء، انطلق الشوط التاسع ومقدمة الشوط مباشرة مع فرحة وتعود ملكيتها لحمد بن علي بن جرحب المري. تنطلق فرحة وتحتل المركز الأول وتندفع اندفاع ممتاز. ننتقل مشاهدينا الأعزاء إلى المركز الثاني وعبر شاشة التلفزيون من تشاهدونها الآن. تنطلق هوايل وتعود ملكيتها لسعادة الشيخ تيميم بن عبد الله بن خليفة الثاني التضمير مع علي بن حمد بن جرحب المري. هذه المركزين المتقدمين في هذا الشوط. نقلتنا مشاهدينا الأعزاء إلى المركز الثالث، من أخذت بالتقدم وبالتسلل خطيرة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وعملية التضمير مع سالم بن فاران المري رابع المراكز. وننتقل إلى من تحتل المركز الرابع، السعدية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وعملية التضمير مع الذهبي سالم بن فاران المري. مشكور يا الذهبي على تقديم التماس في أحسن وفي أعلى مستوياتها من الجاهزية، مشكور باسم الجمهور. ننتقل مشاهدينا الأعزاء إلى المركز الخامس وفيه الذيبة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني التضمير مع سالم بن فاران. هذه الخمس المراكز المتقدمة الأولى وفيه أسماء وهناك شعارات لم يحن موعد دخولها إلى عالم النداء والإذاعة. وعودتنا مشاهدين الأعزاء مع أول 2 كيلومتر تنقضي من مسافة الستة إلى فرحة. فرحة مشاهدين الأعزاء كما عودتنا دائما من العام الماضي على هذه الانطلاقات، وعلى فكرة عودتنا دائما فرحة بشعارها المميز، شعار حمد بن علي بن جرحب، الشعار بارود وشعار العديد من الأسماء. يا سلام يا مصال وجال شعارك يا أبو علي على أرضيات الميادين. أتمنى التوفيق لمن تنطلق، أتمنى التوفيق لفرحة ولكل المشاركات في هذا الشوط. النقلة والدور دور المركز الثاني هنا خطيرة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني والتضمير عند سالم بن فاران. المركز الثالث تتسلل المتسللة، نرصد بعدسات الكاميرات من تتسلل مشاهدين الأعزاء وتختطف المركز الثالث. هنا الذيبة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وسالم بن فاران موجود في التضمير. المركز الرابع، رابع المراكز السعدية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني التضمير أيضا مع الخبير سالم بن فاران. وخامس المراكز أرى اسم جديد ينضم إلى عالم النداء والإذاعة، شعار الشرود، ولكن في هذه المرة ظهر الذهيبة يحتضن هذا الشعار لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني. وراشد بن بطي الزعبي يقودها ويضمرها، ولكن أرى حماس، مرحبا بحماس تتسلل، تنطلق حماس مشاهدينا الأعزاء بكل حماس إلى المركز الخامس. مرحبا بحماس، أهلا وسهلا بهذه الأسماء العملاقة التي شاهدناها في الأعوام الماضية، وأيضا كل الجماهير يحبون الأسماء المميزة والأسماء التي لها صولات وجولات. التغيير على مقدمة الشوط، التغيير من خطيرة مشاهدينا الأعزاء غيرت خطيرة على حساب فرحة وانتزعت المركز الأول لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني التضمير مع سالم بن فاران المري. المركز الثاني فرحة وتعود ملكيتها لحمد بن علي بن جرحب المري، وأرى تنافس قوي على الصدارة ما بين خطيرة وما بين فرحة في هذا الشوط. يا سلام، فرحة 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 في المركز الثاني وخطيرة في المركز الأول. المراكز المتبقية الثالث والرابع والخامس
لشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني بداية من الذيبة من تحتل المركز الثالث في هذه اللحظات، المركز الرابع وصول من السعدية، المركز الخامس حماس وجميعها لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني وعملية التضمير عند سالم بن فاران المري. هذه الخمس الأولى، هذه الخمس الأولى والعودة إلى مقدمة الشوط وإلى خطيرة من تنطلق في هذا الشوط وتندفع عند دفاع خطير وقوي يشكل خطورة على بقية المشاركين، ولكن فرحة مشاهدين الأعزاء ترقص الرقص الشحاني على أرضية ميدانها ومضمارها وتحتل المركز الثاني، وعادت مرة أخرى فرحة، عادت فرحة للمركز الأول وتحاول أن تعيد حقوقها المنهوبة، ولكن من الجانب الآخر يا سلام يا سلام يا سلام، هناك خطيرة وفرحة ووصول قوي من حماس، تنطلق حماس مع آخر 2 كيلومتر مع الكيلومترين الأخيرين مشاهدينا الأعزاء، تندفع وتنطلق حماس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، التضمير مع سالم بن فاران المركز الرابع. أيها الأخوة الأعزاء، هنا السعدية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، أيضا التضمير مع سالم بن فاران المركز الخامس، هنا الذيبة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، سالم بن فاران في التضمير، ولكن انطلقت خطيرة مشاهدينا الأعزاء مع الأمتار الأخيرة، ولكن خطيرة وحماس يا سلام يا سلام يا سلام، بدأت بالانطلاق حماس المركز الثاني، بدأت بالاندفاع 1500 متر، خطيرة وحماس وحماس وخطيرة، والشوط خطير يا بفاران، الشوط خطير يا مضمر حماس ويا مضمر خطيرة، يا سلام يا سلام يا سلام، الله 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 الله، خطيرة في المركز الأول وحماس المركز الثاني والمركز الثالث والرابع والخامس، يا سلام، وخرجنا شاهد هذا المنظر، شعار سعادة الشيخ القعقاع على الخمس المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط، وينافس نفسه بنفسه مشاهدين الأعزاء في هذا الشوط، في هذا الشوط شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني بقيادة حماس، غيرت حماس مشاهدين الأعزاء، انطلقت حماس، يا سلام، الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، وحماس تنطلق، ومنافسة قوية مشاهدين الأعزاء ما بين حماس وما بين خطيرة، يا سلام، انطلقت حماس، حلقت حماس، طارت حماس، يا بوي يا حماس، الله 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 الله، ما شاء الله تبارك الله على هذا الشعار وعلى هذا الأداء، حماس انتظروها جماهيرها، انتظروها في السباقات القادمة، ستكون من أقوى الأسماء، إضافة إلى من تشارك في هذا الشوط الذيبة وخطيرة والسعدية وحماس، يا سلام يا سلام يا سلام. إذا تهانينا أيها الأخوة، تهانينا لمالك هذا الشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، كما تشاهدون الصورة خير دليل على التعبير وحماس في مقدمة الشوط وفي المركز الأول، يا سلام على هذه الانطلاقة، شاهدوا الخمس المراكز الأولى، الشوط يشارك فيه ما يقارب 16 مشاركة، ولكن تنفرد هذه الخمس مشاهدين الأعزاء انفراد قوي، وتعلن بأنها مستعدة تمام الاستعداد لخوض المشاركات الداخلية والخارجية، فتهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد، ويستاهل راعي الأصايل، يستاهل سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، تهانينا ومشكور بن فاران على هذا المجهود. المركز الثالث، أرى تسلل قوي إلى خط النهاية، الشهامة لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل ثاني، فاجأتنا الشهامة في الأمتار الأخيرة. المركز الرابع الحذرة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة ثاني. المركز الخامس منصورة لمبارك بن راشد بن تلاب الهاجري. هذه مشاهدينا الأعزاء الخمسة المراكز المتقدمة الأولى، ونشاهد لحظات وصول حماس إلى خط النهاية واقترابها من خط نهاية توقيتها الزمني 9:43، وجزء واحد من الثانية. تهانينا لمالك حماس سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، وتهانينا لسالم بن فاران المري المركز الثاني.